الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اصطفاه وإلى هداية العالمين أرسله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الأكارم والكريمات، وقد ودعنا شهر رمضان منذ أيام قليلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين تقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده علينا وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والفرج والرحمة والسلامة والإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل انتهى العمل بعد رمضان؟ أيها الأحباب، ماذا بعد رمضان؟ إن عمل المسلم وطاعته لله عز وجل لا تنقطع حتى تنقطع أنفاسه. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فأنت في طاعة الله ما دمت في هذه الحياة إذا كنت ملتزما بما أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أوصانا وأمرنا بأن نعمل صالحا، وقد أوصى بذلك الأنبياء والرسل، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الرسل معصومون عن الأخطاء وعن الذنوب والمعاصي، والخطاب لأتباعهم ولمن أرسلوا إليهم. فدعوة الرسل كلها واحدة، من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله وإلى طاعته وإلى الالتزام بأمره. والله عز وجل خاطبنا بقوله: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خطاب من الله لعباده أن يلتزموا بالعمل الصالح، وسيجدون ثمرة ذلك يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وآمنوا بوعد الله وعملوا الصالحات، هؤلاء لهم جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وفي الدنيا يعيش الإنسان سعيدا مطمئنا مرتاحا عنده الثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا، انظروا إلى كلمة العمل الصالح. نحن نتكلم عن ضرورة أن يلتزم المسلم بالعمل الصالح، والعمل الصالح واسع وكثير يحتاج إلى خطب كثيرة، لكن العمل الصالح بمجمله، نعم، أمر الله سبحانه وتعالى العباد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، وهو مؤمن، مؤمن بالله، مصدق بوعد الله، مصدق بالآخرة، مصدق بالجنة، مصدق بالنار، مصدق بالحساب والعقاب، فلنحيينه حياة طيبة.
هذا وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح أيها الإخوة شامل لأفعال الخير كلها، ظاهرها وباطنها، قولها وفعلها. والعمل الصالح باختصار له شروط: أولاً أن يكون هذا العمل موافقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط من شروط العمل الصالح. ومن شروط قبول العمل الصالح أن يكون موافقاً، أن يكون موافقاً لما أخبرنا به الصادق المصدوق. نعم، فهذا شرط ضروري. ما يصير الإنسان، لا يصح أن يأتي بعبادة من عنده أو يبتدع أو يزيد. الدين كامل وأكملت لكم دينكم. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله تعالى، لا فيه رياء ولا فيه سمعة ولا فيه عجب ولا فيه تفاخر بين الناس. والله أنا صمت، والله أنا خدمت القرآن كذا مرة، يتحدث إلى الناس أنا تصدقت بكذا. أنت إذن تباهي الناس، أنت تفعل من أجل الناس حتى يقولوا عنك والله إنك عابد، والله إنك كريم، والله إنك سخي. العبادة يجب أن تكون خالصة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الشرط الثاني الإخلاص، الإخلاص لله في العبادة. الشرط الثالث، هذه العبادة يجب أن تكون مبنية على الإيمان، على التوحيد، على العقيدة. يجب أن يكون الإنسان مؤمناً بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما يغفر دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوة، إن من صفات وسمات المؤمنين متابعة العمل الصالح، لا ينقطع عن العمل الصالح مهما كان صغيراً. المهم المتابعة، المهم المثابرة على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها: عليكم من العمل ما تطيقون، اللي تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وكان إذا عمل عملاً أثبته، يعني حافظ عليه. كان يقوم الليل في رمضان، سيقوم الليل في شوال. رب شوال ورمضان واحد. مو نتعرف على الله في رمضان وبعد رمضان ننسى ما عملنا. كنت تتصدق في رمضان والصدقة لها أجر عظيم، لا تنقطع عن الصدقة أيضاً في شوال وفي غيره من الأشهر. إذا كنت صمت رمضان فلا تنقطع عن الصيام، عندك 6 أيام شوال. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، يعني كصوم السنة. فلا تنقطع متتابعة أو متفرقة حسب يعني راحتك وعملك ووضعك الذي يسمح بذلك. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العمل الدائم. العمل الدائم، يعني أنت طبقت سنن في رمضان، حفظت على سنة الضحى، حفظت على سنة الوتر، فالوتر فأنت تحافظ عليها طيلة العام، لا تنقطع عن ذلك أبد. نعم، يقول الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، يعني مستمر العمل، مستمر حتى الموت، حتى تخرج الروح من هذا الجسد. فالإنسان مطالب بذلك، لأنه سيأتي يوم القيامة ويندم ويتحسر على كل لحظة ذهبت ولم يتقرب بها إلى الله، بتلاوة قرآن، بذكر، بتسبيح، باستغفار، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أيها الأحبة يتضرع إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهه للعمل الصالح. والله مو شطارتنا هذه، الإنسان يحمد الله أن وجهه لعمل الخير. في ناس لما توجههم على عمل الخير كأنك وضعت جبال على أكتافهم وعلى رؤوسهم. ف
العمل يعني الفضل والمنة لله عز وجل أن حبب إلينا العمل وأن هيأ لنا أن نعمل وأن صرفنا لنعمل هذا العمل. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آية عظيمة الحقيقة، هذه تحتاج إلى خطبة، لكن استشهدنا فيها أن المؤمن إذا بلغ سن 40، لماذا سن 40؟ ليه سن 50 أو 60؟ لأن سن 40 هو سن الرشد، سن النضج العقلي. الإنسان يكون يعني اكتمل في نضجه وفي طاقاته وفيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. في هذه السن قال بعض العلماء يجب أن يجدد الإنسان التوبة، يقول إني تبت إليك، يدعو أن نعم يدعو الإنسان في هذه السن كما ورد في الآية أن أشكر أن أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي. مو تشكر لحالك، تشكر لأبوك وأمك أيضا اللي هم كانوا سببا في وجودك في هذه الحياة، تدعو لهما، تشكر لهم الله سبحانه وتعالى. هذا من بر الوالدين، أن تشكر لوالديك كما تشكر لنفسك. ونعم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وتسأل وأن أعمل صالحا ترضاه. يقول بعض الناس يعمل عمل صالحا لا يرضاه الله، كما ذكرت لكم صرفه لغير الله، صرفه لحاجات، إنما الأعمال بالنيات. يعني أنت لازم في كل عمل تعمله حتى الطعام اللي تجيبه لأولادك في البيت انوي فيه أنك تربيهم من أجل طاعة الله. والله تؤجر، تؤجر على الطعام، على الأشياء التي تحملها من السوق والتي تتعب من أجلها، يؤجرك الله سبحانه وتعالى عليها، لأنك تسعى على أولادك وتسعى على والديك وتسعى على زوجتك. نعم، أن وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. بدك تدعو لأولادك أن يصلحهم الله، وصلاح الذرية من صلاح الآباء أيها الإخوة. إذا صلح الآباء وصلحت الأمهات صلح الأولاد، صلح الأولاد. لذلك كان أحد الفضيل بن عياض أحد مشاهير التابعين رحمه الله كان يقول: يا ربي عجزت عن تربية ابني ابن علي. كان ما شاء الله فيما بعد من أكثر الزهاد والعباد. قال: يا ربي هو صغير، عجزت عن تربية ابني فربه لي أنت. قال: ما زال يدعو ويدعو ويكرر حتى صار ما شاء الله عالما من العلماء. هكذا المسلم أيها الإخوة يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل الله أن يصرفه إلى عمل الخير وأن يصلح ذريته وأن يتوب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، الذي قدم فهدى، والذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن الأعمال مطلوبة مكتوبة، إن الأعمال مطلوبة والآجال مقسومة، وكل واحد منا كتب له حظه في هذه الحياة. فأنت أيها الحبيب وأيتها الأخت الكريمة كل يوم تهدمون في عمركم، كل يوم يمر عم نهدم من عمرنا، عم ينزل بلوك من البناء، كل يوم نهدم من عمرنا وننقص من أجلنا، ينقص كل يوم يمر ينقص من أجلنا، ونبني في قبورنا. هذيك هي الدار، مثل ما ذكرناكم قصة أبو الدرداء، قال أنا يعني أجهز
متاعي إلى دار أخرى غير هذه الدار. نعم، وتبني في قبرك، فاحرص أن يكون جليسك في القبر عملك الصالح. ستراه، والله ستراه، سترى عملك في القبر. أول ما يموت الإنسان ويسأل يأتي عمله. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره. المؤمن يصير قبر ما شاء الله يشوف، يعني ما بحد، هو نصف متر، لكن يفسح الله له في قبره مد بصره. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، افسح لنا في قبورنا يا أرحم الراحمين. والله رؤية القبر تقطع الأكباد. لو واحد نظر إلى القبر كيف يحطوا عليه البلاط، وكيف بيسكروا وبيطير، وكيف بيطلع عليه تراب، لا جليس، لا حبيب، لا أخ، لا أم، لا أخت، ماذا يفعل؟ إن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، يقول له: أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. ما سمعت خطبة في أسنيرت عن ذلك؟ ما سمعت عن هذا الحديث عن العمل الصالح؟ هذا يومك الذي كنت توعده. فيقول له: من أنت؟ من أنت؟ ما أعرفك أنا، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. أما الكافر فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة، يقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ هو خائف، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فاختر أيها المسلم من يكون جليسك في القبر، عملك الصالح أو عملك الخبيث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلحون في أعمالهم ويستعدون لذلك. الكافرون أيها الإخوة في نار جهنم، اسمعوا ماذا يقولون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أخرجنا من القبر، أعدنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نعم، غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، قيل النذير الشيء، وقيل الرسول، وقيل القرآن، وجاءكم النذير، وسمعتم عن الموت وعن القبر وعن الجنة وعن النار. نعم، فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ثبتنا على طريق الاستقامه، واجعلنا يا ربي من الذين يعملون الصالحات. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد امركم المولى بذلك، فقال: ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الال والاصحاب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واحسن معهم برحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا، واصلح زوجاتنا، واصلح بيوتنا، واصلح حال المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده، وتقبل منا صيامه يا رب العالمين، واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل
كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا في هذا اليوم التبرع لإخوانكم في المسجد، إن عليهم التزامات ونفقات. بارك الله فيكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.